مساء الخير واهلا بحضراتكم جميعا. لو تسمحوا لي قبل ما نبدا نقف دقيقه حداد على شهداء غزه. شكرا لحضراتكم. أنا برحب بحضراتكم جميعا. الحقيقة سعيدة أنه أنا جزء ولو بسيط معاكم النهاردة مع الجمع والحشد الكبير ده من شباب وشابات مصر. سعيدة حقيقي بيكم، وأكيد كلنا فخر بهذا العدد وبالشغل الجبار اللي بيحصل تحت مؤسسة أو اسم مؤسسة حياة كريمة منكم كشباب مصر والجدعان. طبعا بكرر التحية بحضراتكم في يوم التكريم، اليوم اللي بنحصد فيه نتيجة مجهود وتعب كل شخص آمن بالحلم، حلم حياة كريمة. تمكين الشباب كان هدف رسمته مصر من 2014، ومن اللحظة الأولى كان الكل مؤمن بأهمية التدريب والتأهيل لإعداد شباب واعي وقادر على تحمل المسؤولية. ولأن حياة كريمة بدأت بحلم الشباب واستمرت بطموحهم، وكان ضروري انه يكون من ضمن برامجها برامج لتدريب الشباب واعدادهم انهم يكونوا ايد بتتمد لكل اهالينا. ومن هنا بدأنا طريق فاليو، والحماس زاد لما اكتشفت المؤسسة إن شباب مصر حاسس بقيمة التطوع وعارف أهمية دور المتطوعين لخدمة الناس والمجتمع. عشان كده اسمحوا لي أحيي أصحاب الفكرة وأشكر كل المسؤولين والمنظمين المتطوعين وشبابنا الخريجين، وبالتأكيد الداعمين والشركاء على طول الطريق. النهاردة اجتمعنا عشان نقدر كل المجهودات اللي اتقدمت، ونأكد إن فعلا كل خطوة بتحصل بتفيد الناس وبتقدم مساعدة حقيقية وبتساعد على تحقيق كل أهدافنا في الخدمة المجتمعية، وبالتأكيد بترسم طريق التنمية. مش هطول على حضراتكم، اسمحوا لي نبدأ بفيلم قصير بيشرح مفهوم وأهمية وأهداف برنامج فاليو لتدريب الشباب، وهو واحد من أهم البرامج التدريبية اللي قدمتها طبعا حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. من أكبر التحديات اللي بنواجهها إن الجيل اللي جاي يكون واعي لكل الظروف اللي حواليه ويكون جاهز للمشاركة المجتمعية وخدمة الناس بشكل فعال. وعلشان الهدف ده يتحقق لازم الشباب يقدر قيمة مهاراته وقدراته، ودي أول خطوة على طريق تمكين الشباب. ومن هنا خططنا لفاليو، واحد من أهم البرامج التدريبية اللي قدمتها حياة كريمة للشباب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم. كل حاجة في البرنامج اتخططت بالملي، حتى اختيارنا للاسم كان له هدف، وكل حرف في كلمة فاليو بيرمز لمفهوم جوه البرنامج. باختصار، أبعاد الاسم إننا بنعد متطوعين يكونوا سفراء لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة بين طلاب الجامعات للمشاركة في المجتمع بإيجابية. البرنامج انطلق في يونيو 2023 وركز على إن شبابنا يفهموا أهمية التطوع ونبني جواهم إحساس بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الناس والوطن. وطبعاً ده ما كانش هيكتمل من غير ما نعرفهم أهداف واستراتيجية حياة كريمة، وده اللي حققناه بالتركيز على مجموعة أهداف زي تدريب الشباب على المهارات المطلوبة علشان يأدوا دورهم كمتطوعين فعالين مع المؤسسة ويلعبوا دور أساسي في كل خطط التنمية. ومن أهدافنا إننا نسمع كل أفكار الشباب والمقترحات علشان نطبقها في كرة حياة كريمة، وده بيتكامل مع هدفنا بإننا نغرس جوه شبابنا قيم التسامح والتعاون والاتحاد، ونعزز إحساسهم بالمواطنة والمساواة. واهتمامنا بفكرة التدريب لأننا مؤمنين إن التدريب والتأهيل هم أول خطوة لتمكين الشباب، خصوصاً لما يكون شركائنا عندهم نفس الرؤية والأهداف. نجحنا على مدار 5 شهور في تدريب 5000 طالب من 14 دفعة في 39 جامعة حكومية وخاصة وأكاديميات منتشرين في كل محافظات الجمهورية من الصعيد لإسكندرية. طلاب البرنامج اتقدم لهم تدريب نظري على ايد الخبراء في الأكاديمية الوطنية للتدريب، اتدربوا فيه على مهارات التواصل والعرض والتقديم، ودرسوا كل الاستراتيجيات المرتبطة برؤية مصر 2030. وطبعا كان فيه اهتمام بتقديم محاضرات وورش عمل للتأهيل لسوق العمل والتعرف على مفاهيم الأمن المعلوماتي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأساسيات الإعلام وعلاقتها بالأمن القومي. وركزنا كمان على تعريف الطلاب بالتحديات الاقتصادية، وأكيد قدمنا ورشة عمل للتعريف بمؤسسة حياة كريمة. كمان نظمنا زيارات ميدانية للقرى وأطلقنا معسكرات تدريب. نجاحنا كان بسبب انتشار البرنامج في كل أنحاء مصر ووجود شركاء داعمين لينا بقوة، ده غير إننا لقينا رغبة كبيرة من الشباب للانضمام لينا كمتطوعين. ولاحظنا إن الإقبال على أنشطة حياة كريمة في الجامعات يوم عن يوم بيزيد، والأهم إننا شفنا اهتمام من طلاب فاليو بنشر تجربتهم على السوشيال ميديا، وكلامهم كان حافز كبير لينا. وبكده اتأكدنا إن فعلاً البرنامج ساعد الشباب على اكتساب مهارات جديدة، وفي نفس الوقت ساعدنا كمؤسسة في إننا نحقق مكاسب كتير. فبنلاقي الجامعات بتعرف الطلاب بأنشطتنا ودورنا في المجتمع، كمان الجامعات بتطالبنا نوسع قاعدة المستفيدين من البرنامج، وفي مقترحات إننا نوظف طاقات الشباب للمساهمة ضمن مشروع محو الأمية. والمكسب الأكبر إننا بنزود عدد المتطوعين، بس زي ما في مكاسب إحنا لسه في البداية، وطبيعي نواجه تحديات، وأكيد بإصرارنا وخبرتنا هنتغلب عليها. فاليو مهمته يعلم شبابه قيم التطوع والمواطنة والمسؤولية المجتمعية، وهدفه إن يكون كل شباب مصر متأكدين إن دورهم ومجهودهم له قيمة في خدمة الناس. وما تنسوش إننا لما نحط إيدينا في إيد بعض مصر هتتغير للأحسن. والآن مع كلمة من رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة حياة كريمة الأستاذة عهود وافي. مساء الخير على حضراتكم. سادة الحضور، بداية بمولانا الشيخ أسامة الأزهري وست الوزيرة نبيلة مكرم، لشركاء الحلم ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب والوزارات اللي شاركتنا في اختيار الطلاب وكانت خير شريك في الرحلة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، وزارة التعليم العالي، والسادة الأفاضل ممثلين المؤسسة في كل المحافظات اللي تعبوا في دمج المتطوعين منذ لحظة انتهاء التدريب لمكاتبنا الميدانية اللي موجودة في كل المحافظات النهاردة. تحية طيبة، أهلا بحضراتكم ونورتونا، والتحية الأكبر لمتطوعينا اللي لمونا النهاردة وجمعونا. أنا هبدأ بآخر حاجة شبابنا شارك فيها، هبدأ بآخر حاجة في قلوبهم وبيتكلموا عليها طول الوقت، وهحكي لحضراتكم قصة أخدت يومين. أول ما وجهنا سيادة الرئيس يعني يكون لينا دور واقعي وحقيقي في اللي بيحصل في غزة، تاني يوم على طول، تاني يوم حصلت الأزمة في غزة، متطوعينا بدأوا يجمعوا كل القوات، بدأوا يعملوا باكينج ويجهزوا للحاجات اللي راحت تاني يوم قدام المعبر، ويمثلنا هناك دلوقتي، ودول سفرائنا الحقيقيين، زمايلنا من مؤسسة حياة كريمة، من متطوعين ومن أخواتنا اللي موجودين هناك قدام المعبر عشان يطمنوا إن كل حاجة وصلت بالسلام. تحية شكر وعرفان بدوركم كمصريين شباب تجاه القضية، وهو ده اللي احنا بنسعى ليه. احنا بنسعى ان شبابنا المتطوع يكون عنده values، يعني ممكن نقولها هي يعني عنده اخلاقيات، ولكن حقيقي انه شباب حياة كريمة منذ بداية نشأتها في اكتوبر 2019 هم كانوا خير مثال ان الانسان ممكن يعمل ويجتهد في خدمة اهله، في خدمة وطنه بدون اي مقابل. أنا قاعد هنا في وسط حضراتكم أخواتي، وإن كنت أنا اللي بمثلهم، ولكن تعبوا وشقيوا على الأرض أضعاف أضعافي. منذ بداية الفكرة حتى قبل ما نعلن نفسنا ويعني نسجل نفسنا كمؤسسة مجتمع مدني شبابية قوية بالشكل اللي احنا فيه النهاردة. فأنا بشكر زملائي وزميلاتي، وبأكد على أن السيدات والبنات المتطوعات في المؤسسة كانوا متواجدين من اللحظة الأولى، وكانوا خير مثال مشرف للمصرية الأصيلة اللي بتسعى لخدمة أهلها. حياة كريمة كانت طول الوقت خلال ال4 سنين اللي فاتوا بتجتهد إنها تنشر ثقافة التكافل الاجتماعي، المحبة والخير ما بين الأسر بعضها وبعض، حتى لو كانت فكرة العطاء نتيجة الضغوط الكتيرة بتتلاشى مع الوقت. والحقيقة أن متطوعينا وممثلينا في المحافظات كانوا خير مثال لده، لأن كل الجهد اللي حضراتكم شايفينه بيتم في المحافظات ده بيعملوا متطوعينا بدون أجر، بدون مقابل، بدون يمكن كلمة شكر بشكل دوري. وعشان كده احنا حسينا ان احنا محتاجين نطلق يوم متطوعي حياة كريمة، ولقينا خير فرصة ان احنا نطلق اليوم متطوعي حياة كريمة هو في تكريم المجموعة الأصغر والشابة اللي دخلت خلال الأجازة الصيفية اللي فاتت. خلال الأجازة الصيفية اللي فاتت اللي مثلت حوالي 5000 متطوع تم تدريبهم وتأهيلهم على إيد كوادر في الأكاديمية الوطنية للتدريب، اللي أنا بالمناسبة كنت خرجتها في 2020 و2019 2020، وكان لي الشرف إن أنا كمان اتعلمت على أيديهم. أهلا بحضراتكم، مش هطول عليكم عشان خاطر وقت حضراتكم، واسيبكم للفقرة الأخيرة اللي هتبقى أسعد للشباب. مبروك تخرجكم، ويا رب دايما رافعين رأس مصر. شكرا لحضراتكم. والآن سيادة اللواء أيمن الأطفيحي. مساء الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي اختص ذاته بالرحمة والعدل لعل البشر يدركون أن الرحمة هي لغة الإنسانية والعدل هو مفتاحها. وقبل كل شيء رحم الله أرواح شهداء فلسطين، أرواح بريئة طاهرة ذهبت إلى رحمة ربها واثقة في عدل لم يتحقق على الأرض. في البداية أود أن أنقل لحضراتكم تحيات السيدة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. النهاردة مش أول يوم تخرج لأي برنامج في الأكاديمية الوطنية للتدريب، احنا خرجنا 200 برنامج تدريبي، ولكن النهاردة له شكل خاص وله ظروف خاصة وله سرور خاص في نفوسنا. النهارده أول تعاون مع مبادرة حياة كريمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وحياة كريمة، اللي نتج عنه 14 دفعة خرجناها من متطوعي حياة كريمة، اللي قدرت تساهم في تغيير حياة ملايين من البشر في جمهورية مصر العربية بمشروعات حقيقية على الأرض، سواء بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، منازل، وأنا بسميها منازل كريمة. مش منازل بس، هي منازل كريمة اللي عملتها حياة كريمة، اللي يستحقها الشعب المصري. حياة كريمة معظم القائمين عليها من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لم يدخروا جهدا ولا وقتا للعمل ليل نهار حتى يصلوا لكل قرية وحي ونجع ومدينة، وهيوصلوا إن شاء الله بإذن الله في المراحل القادمة لكل مكان وكل شبر على أرض مصر. النقطة الثانية اللي تخلي النهاردة يوم غير عادي، إن الخريجين اللي من الأكاديمية الوطنية للتدريب من طلاب المدارس والجامعات، وده أول برنامج بيخاطب الفئة العمرية دي في الأكاديمية الوطنية للتدريب، اللي بدأ من مايو 2023 وبمقر الأكاديمية، ودربنا فيه 3700 36 متدرب ومتطوع اللي بيعملوا بحياة كريمة. النهارده أنا بكلم الخريجين اللي موجودين، أصبحتم مسؤولين مع الدولة المصرية ومسؤولين عن النزول إلى كل مكان في أرض مصر للتغلب على التحديات اللي بتواجهكم والمشاركة والمساهمة في تحقيق حياة كريمة لأهالينا في مصر. في النهاية عشان ما أطولش عليكم، أؤكد على استمرار شراكتنا من أجل توسيع التدريب والتأهيل لتشمل كافة الطلاب وشباب الجامعات، بحيث يزداد الوعي بثقافة التطوع وبجهود الدولة التنموية، وهو ما سيسهم في دعم مخرجات المشروع القومي حياة كريمة. حفظ الله مصر، وخالص الشكر والتقدير لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس وعضو مجلس الأمناء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم إلى الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بكل الشكر والاحترام والتقدير، وإلى السيد اللواء أيمن الأطفيحي، ممثلا لسعادة الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولمعالي الوزيرة نبيلة مكرم، ولكل السادة الحضور الكرام، ثم تحية الإجلال الكبرى لمن نجتمع اليوم للاحتفال بهم والفرح بتخرجهم، إلى السادة المتطوعين الكرام خريجي يوم متطوعي مؤسسة حياة كريمة. لكم مني كل الاحترام والتحية والتقدير. أتقدم لكم بخالص التحيات والتهنئة على يوم تخرجكم. نجتمع اليوم لنفرح معكم وبكم، وأقول لحضراتكم جميعا: لقد اخترتم الاختيار الصحيح الذي تستثمرون فيه وقتكم وتوجهون إليه طاقتكم، حتى تكونوا اليد الكريمة التي يمتد بها الوطن الكريم إلى كل مواطن مصري كريم على أرض الوطن في مبادرة حياة كريمة. رسالتي لحضراتكم بعد التهنئة وخالص الأمنيات بأن يجعل الله تعالى عملكم ومجهودكم دائما موفقا وسعيدا في إدخال السرور والطمأنينة وإيصال الاهتمام والإكرام والرعاية والإغاثة والمساعدة لكل إنسان مصري كريم على أرض الوطن، تشتد حاجته إلى جهدكم الكريم والكبير والجبار. مؤسسة حياة كريمة منذ أن نشأت كانت فكرة موفقة وملهمة، حيث تقوم الدولة المصرية بتوجيه مقدار ضخم وعظيم من التمويل والمجهود والاهتمام إلى كل القرى والمناطق المصرية، من أجل بناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وتوصيل المياه النظيفة وبناء البيوت، مد يد الغوث والمساعدة والمعنى الإنساني والود والتقدير إلى المصريين الكرام الذين هم في حاجة إلى الدعم. المؤسسة اليوم تنتقل من نجاح إلى نجاح، وتنتقل من فكرة متألقة ومبتكرة إلى فكرة أخرى متألقة ومبتكرة. بعد أن قامت مؤسسة حياة كريمة بدورها الوطني الرفيع والمهم لإغاثة وإسعاف كل المحتاجين والمتضررين ومن تشتد ظروف معيشتهم إلى مد يد العون والإكرام، بعد أن قامت المؤسسة بدورها الوطني الكبير والإنساني والرفيع والنبيل، بدأت المؤسسة تنتقل إلى دور آخر قومي وإقليمي ووطني مشرف، حينما انبرت بكامل طاقتها وبكل القوة لمد يد العون والإغاثة والإسعاف إلى الأشقاء في أرض فلسطين الكريمة الأبية، وخصوصا في قطاع غزة. أثناء متابعتي لأحداث كل يوم كإنسان مصري مهموم بوطنه وبأشقائه العرب جميعا والفلسطينيين على وجه الخصوص، كنت أرى المجهود الذي تبذله مؤسسة حياة كريمة، وكنت في أعماق قلبي في منتهى السعادة بالانتقال من الشق الوطني الداخلي الذي تقوم به المؤسسة إلى هذا المجهود الكبير والمشرف والجبار الذي تقوم فيه المؤسسة بإرسال قوافل الإغاثة والمساعدة والإنقاذ لأشقائنا الكرام في أرض فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص. ولأجل هذا أتوجه باسمي الشخصي وباسم كل أبناء مصر الكرام بمنتهى الإجلال والتحية والتقدير لكل متطوعي حياة كريمة ولكل القائمين على المؤسسة وأبنائها، وخصوصا خصوصا خصوصا إلى تلك النخبة التي اختارت أن تختار الشق الأصعب والأكثر إرهاقا وتعبا والأكثر نبلا أيضا، إلى تلك النخبة التي تقوم بتسهيل إجراءات دخول القوافل الإغاثة إلى أرض غزة، المرابطين في معبر رفح، القائمين ببذل المجهود الكبير والخارق من أجل إيصال قوافل المساعدة الإنسانية من شعب مصر إلى أشقائه في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص. تحية إكبار وتقدير وإجلال للشق الوطني العظيم والكبير الذي تقوم به المؤسسة. تحية إجلال وإكبار وتقدير للشق القومي العربي الذي تقوم به المؤسسة تجاه فلسطين. أيضا من النقاط التي أسجلها بمنتهى الفخر والإعجاب استقبال المؤسسة يوميا لوفود من المدارس المصرية، واستقبال الناشئين والأطفال وطلاب المدارس من أجل أن يساعدوا في تعبئة كراتين الإغاثة إلى الأشقاء في غزة، وتلقي عدة محاضرات لحماية وحفظ وصيانة وبناء الوعي لدى الأجيال القادمة بعدالة قضيتنا في فلسطين وبالظلم الذي ينزل به العدو الإسرائيلي على أشقائنا في أرض فلسطين. هذا الشق في توعية الأجيال الجديدة وفي حفظ ذاكرة أطفال الوطن في عدالة قضية فلسطين وفي تاريخ القضية، بناء الوعي لدى الأجيال الناشئة بعدالة قضية أشقائنا في فلسطين، هذا عمل في منتهى الأهمية ويستحق مني كل إشادة والاحترام والتقدير. واليوم في هذا الحدث وهذه الفعالية الشديدة الأهمية التي تتضافر فيها جهود مؤسسة حياة كريمة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مع وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة شباب والرياضة، حيث تتضافر مؤسسات الوطن اليوم على استقبال المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة وفي صقلهم ورفع خبراتهم وتقديم كل أوجه التمكين والرعاية وتوجيه كل وجوه الخبرة. هذا البرنامج فاليو، هذا البرنامج العبقري الرفيع النبيل، هذا البرنامج الذي استقبل إلى الآن 5000 شاب نبيل وكريم من أبناء مصر، قدم لهم التدريب والخبرة، وجه خبراتهم وطاقاتهم إلى مكانها الصحيح في خدمة أبناء الوطن في الداخل وفي خدمة الأشقاء في الخارج. وتأتي اليوم ذروة وقمة هذا البرنامج المهم، حيث نجتمع للاحتفال بتخريج هذه الدفعة من متطوعي حياة كريمة في برنامج فاليو. أقدم لحضراتكم خالص التهاني، ألف ألف مبروك على النجاح والتوفيق، ألف ألف مبروك على حفل التخرج الكريم. ما نحن فيه اليوم من سعادة بالغة وفرح كبير بتخريج الدفعة هو ليس إلا رد للجميل والعرفان لكم بمقدار كل لحظة سعادة أدخلتموها على إنسان مصري أو على شقيق كريم في أرض غزة وأرض فلسطين، جزاء كل لحظة جهد بذلتوها في توصيل يد العون للمصريين للأشقاء داخل مصر والأشقاء في فلسطين. تأتي اليوم لنرد لكم الجميل، لنفرح معكم وبكم. أهنئكم مرة أخرى، أحيي حضراتكم على الجهد الخارق والمجهود الكبير المبذول، أحيي حضراتكم على الهمة، على الوفاء، على الوطنية، أحيي حضراتكم على أن تكونوا الوجه الكريم واليد الكريمة الممدودة لكل أبناء الوطن. خالص التحية والاحترام والتقدير، ألف ألف مبروك على حفل التخرج. أتمنى لحضراتكم كل التوفيق والسداد. أنا اليوم أنصرف من هذا المكان وأنا أشعر بمنتهى السعادة والفخر والفرح بأن أبناء وطني الكرام ذوي الوعي والثقافة والنبل والهمة وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح في خدمة الوطن أولا، وفي خدمة كل إنسان مصري محتاج ثانيا، وفي خدمة الأشقاء في فلسطين ثالثا. مسك الختام الحديث النبوي الشريف حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، والمسلم شريحة والمراد كل إنسان، سرور تدخله على قلب الإنسان فتكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا. سادتي الكرام، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. تقديركم واحترامكم وشكركم ليس فقط مني ومن كل أبناء الوطن، بل إن عملكم مقدر عند الله جل جلاله، لأن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أكرر التهنئة وألف ألف مبروك، وأتمنى لكم المزيد من التوفيق. وتحيا مصر حرة أبية مستقلة عزيزة، وتحيا فلسطين أبية حرة عزيزة، ويحيا كل الأشقاء العرب. شكرا جزيلا لكم. والآن مع كلمة دكتور حاتم متولي، نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة. طبعا الكلمة بعد كلمة الشيخ أسامة صعبة جدا يعني، فرفقا يعني في البداية حابب أرحب بكل السادة الضيوف والسادة الحضور اللي بيشرفونا النهاردة في يوم متطوعين حياة كريمة. يمكن يعني إحنا وجودنا النهاردة ده نتاج عمل على مدار سنوات، مش أيام أو أسابيع. حابب بس في البداية أرحب بكل المتطوعين القدامى الموجودين معانا من 27 محافظة، وبكل خريج من الخريجين الجداد اللي بينضموا لينا يعني بعد تخرجهم من برنامج فاليو. ويمكن أنا حابب بصفتي مسؤول عن المكاتب الميدانية لمؤسسة حياة كريمة في محافظات الجمهورية أتكلم يعني سريعا من القلب بدون الإطالة على حضراتكم. يعني احنا سمعنا وهنسمع خلال الفعالية كلمتين، كلمة فاليو وكلمة الجدعان. ليه فاليو؟ لأن احنا يعني أي عمل بيقيم وبيقاس بمدى القيمة المضافة اللي بيتركها ومدى الأثر اللي بيسيبه عند الناس. ليه متطوعين حياة كريمة بتقدم فاليو؟ مش بس دورنا في محافظات الجمهورية بالكامل ان احنا بنقدم مساعداتنا لأهالينا المستحقين بكل فخر وبكل تجرد وبكل تواضع في جميع محافظات الجمهورية، ولكن كمان الدور ده زي ما سيادة الشيخ أسامة أوضح خرج كمان خارج حدود الدولة المصرية. ان احنا اصبحنا متطوعين حياة كريمة قادرين نكون رقم في المعادلة فعال قادر يساهم في ايصال مساعدات خارج حدود الدولة المصرية. ويمكن انا يعني قبل الحفل بوقت قليل كنت موجود مع اكثر من 500 متطوع من زمايلكم على معبر رفح، بقالهم أكتر من 26 يوم موجودين على الحدود في يعني ظروف إعاشة مش أفضل حاجة، ولكن كلهم موجودين هناك بكل تجرد وكل حب، بيقدموا بينسقوا بيديروا وبيسهلوا دخول المساعدات لأهلنا في فلسطين. والمكان هنا حابب أقدم ليهم كل الشكر وكل فخرنا بيهم. يمكن كمان دور متطوعين حياة كريمة بيتطور، هو دور وطني في الأصل وبيتطور وبياخد أكثر من شكل. يعني احنا عندنا كمان خلال الفترة القادمة تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة تم تسجيل 60,000 متطوع في الهيئة الوطنية للانتخابات كمراقبين على العملية الانتخابية والاستحقاق الانتخابي القادم. وعندنا أدوار متعددة كلها أدوار وطنية بيقوم بيها وبيقدمها متطوعين حياة كريمة. حابب يعني في النهاية بس عشان ما أطلش على حضراتكم أوجه الشكر لكل متطوعينا القدامى، وبنقول لهم جميعا احنا فخورين بيكم ومنتظرين منكم الكثير والكثير. أوجه كلمة لكل الخريجين الجداد، احنا منتظرين منكم أيضا الكثير، ومرحبا بكم في الميدان وبلغة التخرج ويلكم اون بورد. شكرا. والآن مع كلمات أستاذة ندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة. السيدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، السادة أعضاء مجلس الأمناء، السادة نواب الوزراء، السادة الحضور الكريم، متطوعينا الجدعان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. كن متطوعا ليكون وجودك في هذه الحياة أجمل. ابتديناها بالكل مصري والكل مصرية، ووصلنا وبعد مجهود وتعب كتير بقى شعارنا من إنسان لإنسان. المجهود ده ورا حكايته شباب كتير كان لينا في كل محافظة في نجع وقرية جدع بيشيل ويسند عن أهل بلده. فكرنا إزاي نكافئهم ونرفع كفاءتهم ونهتم بوعيهم، وعملنا وبالتعاون مع شركائنا برنامج فاليو، وهو من أهم البرامج اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لرفع وعي الشباب ونشر ثقافة التطوع وإحياء قيم المواطنة. وخرجنا أكتر من 5000 شاب وشابة ولسه مكملين، وما نسيناش نجمعهم ونعمل عيلة. فأطلقنا معسكرات حياة كريمة اللي استفاد منها أكتر من 1000 شاب وشابة، واهتمينا بالتدريب والتأهيل، واشتغلنا على برامج لتدريب المدربين وملتقيات للتوظيف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لفينا بيها الجمهورية، واستفاد أكتر من 26000 شاب وشابة. متطوعينا الجدعان كانوا دايما في عقولنا وجوه قلوبنا، وحبينا النهارده اننا نكلل مجهودهم ومجهودنا باحتفال وتكريم نقول لهم بيه شكرا جدعان حياة كريمة. وبما ان النهارده هو يوم متطوعي حياة كريمة، وبما انه حقيقة متطوعي حياة كريمة رسخوا جدعنة المصريين، مصريين معروفين بجدعنتهم، خلونا نشوف فيلم قصير، فيلم الجدعان. احنا كده بنسهل كل صعب، بنهون الدنيا على بعض، ووقت الشدة بيبان جوانا الجدع، بننادي على بعض ونقول يا جدعان. ولما نشوف بطل واقف يسند أهله وناسه بنقول له والله إنك جدع. المصري أبو الجدعنة والواجب، اتربى على إن إيد لوحدها ما تسقفش، لكن إيديك في إيد أخوك تقدر على اللي ما يتعملش. علشان كده حياة كريمة أصل الجدعنة، وإحنا المتطوعين جدعان حياة كريمة. بيقولوا على متطوعين حياة كريمة جدعان علشان احنا مفيش حاجة بتوقفنا في الخير، 24 ساعة في الأسبوع في أيا كان إيه هو، بمجرد بس يا جماعة احنا رايحين نعمل خير. 40,000 متطوع موجودين على الأرض مع حياة كريمة، بيضحوا علشان يساعدوا أهالينا. هم دول الجيل اللي مصر واثقة إنه هيبقى في ظهرها. من أول يوم ومتطوعين حياة كريمة كان ليهم أدوار مختلفة، انتشروا في كل القرى، رصدوا احتياجات الأهالي، اتكلموا معاهم وعرفوهم إن حياة كريمة ناوية على تغيير الحال. ومع بداية تنفيذ المشروعات مفيش يوم عدى لو كانوا حاضرين يتابعوا العمال ويشرفوا على كل خطوة. جدعان حياة كريمة بقوا أبطال، المكان اللي بيدخلوه بيحولوه لفرح مليان زغاريد وابتسامة على وش كل حد وقفوا جنبه. وشوف كم شدة عدت علينا وخرجنا منها بكام جدع. بنزل معاهم بكون فرحانة جدا، ومثلا ننزل قوافل أو ننزل أي توزيع كراتين بكون مبسوطة، شايفة الناس بتدعي ومبسوطة جدا وشايفة الفرحة بعينيهم وهم واخدين الحاجة دي مننا. ده بالنسبة لي الدنيا كلها. إحساسي إن طبعا إن أنا فخور بنفسي إن أنا قدرت أعمل حاجة اتجاه مجتمعي، وقدرت أعمل حاجة للناس وأقدر أساعدهم بيها. مبسوطة هما لما بحس إن أنا عملت حاجة يعني معاهم، إن أنا سبب في فرحتهم. احنا كل ما بندق باب بنتأكد انها فرصتنا نعمل حاجة لغيرنا ونخدم بلدنا. شاركنا في تعمير البيوت وتوفير سكن كريم لأهالينا، نجحنا في دعم المشروعات الصغيرة وفتح باب رزق جديد لكل محتاج. ومش بس كده، قدمنا تدريب على الحرف لكتير من الشباب، ايد في ايد نظمنا قوافل طبية، وكتف في كتف قدمنا فرصة حياة ساهمت في تشغيل عدد كبير من الشباب. وبراجعين نتعلم وفرنا لكل طفل نفسه يتعلم كل احتياجاته، ورجعناه لمدرسته من تاني. بنمحي الأمية، بنجهز العرايس، وفي كل مناسبة وزعنا الكراتين والوجبات. قدرت اتطوع في مؤسسة حياة كريمة لأن احنا بنساعد الناس، وبكون مبسوط جدا لما الاقي البسمة على وجوه الناس اللي انا بساعدها. طوعت في مؤسسة حياة كريمة لما شفت مبادرة تطوير الكرة وتطوير الريف المصري، فحسيت ان انا اقدر اشارك في وسطهم وان انا اقدر اقدم حاجة للناس والاهالينا المحتاجين. كلنا شايفين المشاريع بتاعتها والاعمال بتاعتها بتوصل للناس اللي محتاجة. اخترت اتطوع في حياة كريمة عشان بحب اساعد الناس. اهالينا مؤمنين ان الصبر مفتاح الفرج، وصبرهم علمنا حاجات كتير. يوم عن يوم بنتأكد إن اتحادنا قوة وفرقتنا ضعف. نزولنا على الأرض بيزود فهمنا للمشاكل وبيسهل علينا نلاقي حلول. التطوع غير في شخصيتي إن أنا بقيت شخص مسؤول عن نفسي، وعندي إحساس بالمسؤولية تجاه نفسي واتجاه الآخرين، وبقيت أقدر أعتمد على نفسي وأقدر أتحط في أي موقف أقدر أتعامل فيه. غير في حياتي كتير إن هو خلاني أكون أكتر خدمي، إن أنا أفكر في اللي حواليا كتير. نفسي أحقق إن أنا ساعدت ناس كتير قوي وأبقى اكتسبت خبرة وتعرفت على ناس أكتر. نفسنا نحقق حياة كريمة للشعب المصري كله بجد فعلا، وإن شاء الله هنعمل ده. من وإحنا عيال فاهمين إن اللي واقف على الحدود بطل جدع، واللي واقف في ظهر بلده يعمرها ويطورها برضه جدع. رجالة وستات واقفين بطولهم شايلين مسؤولية، علشان كده احنا 100 مليون جدع. النهارده بنعمل صناديق حماية مجتمعية لأهالينا في غزة، بنساعدهم بالصناديق الحماية المجتمعية بنحط فيها المواد الغذائية. حياة كريمة طلبتنا إن احنا نساعد نعبي كراتين مساعدات لأهالينا في غزة، طبعًا ما تأخرناش خالص، واحنا النهارده بنعبي كراتين الحماية المجتمعية ليهم. صحيح بنضحي بحاجات كتير، بس عارفين إن النتيجة هي فرحة طفل، أمل جديد لأب، دعوة طيبة من أم، وبنت وولد حياتهم بتتغير للأحسن. والنهاردة بعد نجاح كبير عايزين نقول شكراً، شكراً لكل اللي ادانا الفرصة. أهالينا طيبين ويستاهلوا يدق بابهم الجدعان. جدعان حياة كريمة. إحنا فعلاً 100 مليون جدع، وبنكرر التحية والشكر لجدعان حياة كريمة. خلوني أدعو دلوقتي على المسرح أستاذة عهود وافي ودكتورة مروة فخري وأستاذ أحمد المحمدي ودكتور أسامة الأزهري وأستاذ خالد داغر من القطاع الميداني والدكتور حاتم متولي وأستاذ خالد جمال للصعود لتكريم المتطوعين وطلاب فاليو. تكريم متطوعين حياة كريمة الأكثر نشاطاً أحمد رشاد محمد عبد المعطي من محافظة القاهرة. محمد مرجان من محافظة الجيزة. فتحي عبد الرحمن إسماعيل من محافظة القليوبية. فاطمة محمود إسماعيل عبد المنعم من محافظة الإسكندرية. يوسف حسين حامد إبراهيم من مرسى مطروح. مصطفى مرسي حسنين من محافظة البحيرة. علي عبد السميع من محافظة الغربية. ما شاء الله محمد شعبية كبيرة جدا. إسلام عبد الهادي مصباح أبو عجاجة من محافظة المنوفية. توكل علي الشربيني من محافظة الدقهلية. محمد عادل سليمان الحداد من محافظة كفر الشيخ. صبحي أحمد بدر من محافظة دمياط. مروة محمد سيد صالح من جنوب سيناء. مريم السيد محمد أحمد العقاد من الشرقية. لا مريم عاملة شغل عيون. ندى محمد محمود عطا من محافظة بورسعيد. عبد الله محمود عبد الله احمد من محافظة الإسماعيلية. آلاء سامي عبد الحميد احمد من محافظة السويس. جمعة محمود جمعة من محافظة الفيوم. أحمد عادل فتحي عبد السلام بني سويف. شفيق نعوم من المنيا. محمد أبو ضيف عامر إسماعيل من أسيوط. من الوادي الجديد. رحاب مختار عبد اللطيف من سوهاج. نفيسة مصطفى محمد من الأقصر. رندا محمد عبد الهادي من البحر الأحمر. هشام عباس جمال عباس من أسوان. تكريم الأوائل من طلاب جامعات خريجين فاليو. ساندي مينا سامي زكريا جرجس من القاهرة. عبد العزيز محمد عبد العزيز محمود الجمل من الدقهلية. عادل مصطفى علي رفاعي من الدقهلية. زناتي خضر من الشرقية. إسراء أحمد خميس محمد من الإسكندرية. مصطفى محمد السيد رزق من القليوبية. محمد عبده حسن سباعي من القاهرة. محمد سعد الدين من جامعة مايو. ياسر رمضان عبد السلام إبراهيم أبو الفضل من كفر الشيخ. السيد أحمد من الإسماعيلية. عبد المنعم أحمد عبد المنعم من جامعة مصر. محمد من بني سويف. أميرة حازم إبراهيم محمد من الغربية. عبد اللطيف محمود المغربي من الجيزة. والآن مع تكريم الأوائل من طلاب مدارس خريجين فاليو. سامي إبراهيم السيد محمد من القاهرة. سيد من الجيزة. كلارا عادل نسيم يونان من الجيزة. من القاهرة. هاجر أصيلي عدلي تنطوي علي من الفيوم. عبد الله ناجح سلامة نصر من القليوبية. والله مكتوبة الفيوم. والآن مع تكريم المنظمين لمشاركتهم الفعالة في إنجاح برنامج فاليو والأنشطة المختلفة لمتطوعي حياة كريمة من الأكاديمية الوطنية. لو تسمحوا لنا نبدأ هذا التكريم بأستاذ رابح داود الذي توفاه الله، وهو كان عضو إدارة التدريب وأكيد دايما هنفضل فاكرينه. بتتسلمها عنه أستاذة وردة الهلاوي. الأكاديمية الوطنية أيضاً سامر النجار، رندا صلاح، إسراء سامح، أحمد جمال، أسامة طه، أحمد الحنبلي. حياة كريمة قطاع المبادرات هند جلال، منى جمال، مروة سيد، وهبة جلال. أستاذ خالد أحمد، أستاذ محمد شاهين، وأستاذ محمد عبده. ومن القطاع الميداني محمود عمران، إسلام الحميلي، طارق النحاس. يبدو انه التكريمات انتهت لغايه هنا، ولكن يوم متطوعي حياه كريمه قرر ايضا انه يكرم منظمين هذه الايفنت الجميله بحضراتكم الحقيقه. استاذ خالد جمال مسؤول قطاع المتطوعين والفعاليات الميدانيه، واستاذه ندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنميه المتكامله. استأذنك انه حضرتك تيجي هنا علشان تلقي القسم على متطوعي حياة كريمة والجدعان. اتفضل. مساء الخير، منورين كلكم والله. اسمحوا لي بس في البدايه ارحب طبعا شركاء النجاح، الساده الحضور الكرام. اسمحوا لي يعني اوجه كلامي بعد كده لاخواتي ويعني جنود حياه كريمه على الارض وجدعان حياه كريمه على الارض، الجدعان اللي دايما كانوا موجودين صفه على الارض، والنهارده احنا بنطلق الجدعان صفه واسم. فحقيقي شكرا لكل متطوع حياه كريمه في كل حته في مصر. حياة كريمة عندنا كانت حلم، كانت حلم شبابي بقالنا كتير قوي كنا بنحلم بيه. حلم شبابي تبناه السيد الرئيس واطلقه من حوالي 4 أو 5 سنين، والنهارده الحلم اصبح حقيقة على الارض. حياة كريمة دلوقتي موجودة في كل حتة في مصر وفي كل بيت في مصر. حياة كريمة النهارده موجودة عشان تخدم ملايين من اهالينا في كل حتة في مصر، والحقيقة ده ما كانش هيكون موجود غير بجنود وجدعان حياة كريمة على الأرض. متطوعين حياة كريمة، متطوعين حياة كريمة اللي دايما بيكونوا سباقين في الخير ودايما موجودين بأسرع وقت وبأعلى جودة وأعلى خدمة بيقدموها لأهلينا. فشكرا حقيقي لكل متطوعين حياة كريمة، شكرا للحضور اللي حضروا النهاردة وكانوا جزء من متطوعي حياة كريمة واللي مثلوا حياة كريمة. وخليني أقول لكم إن التكريم اللي تم النهاردة ده مش تكريم شخصي لفرد بعينه، ده تكريم لجنود حياة كريمة وجدعان حياة كريمة، تكريم لكل واحد فينا بذل جهد من وقته ومن حياته علشان يخدم أهليه في كل حتة في مصر. فحقيقي خلينا أقول لكم شكرا. وبالمناسبة دي خليني بالنيابة عن حضراتكم وبالنيابة عن أكتر من 60,000 متطوع في مصر نطلق قسم حياة كريمة الجديد. استأذنكم ممكن نقف بس احتراما للقسم. نقسم بالله العظيم أن نعمل مخلصين على تحقيق التنمية، وأن نمد يد العون لكل إنسان، وأن نلتزم بكافة قيم ومبادئ حياة كريمة، وأن نلبي نداء الوطن دائما وأبدا، وأن نكون خير مثال لشباب مصر، وأن نبذل كل جهد لأجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه. وفي النهاية كلنا بنشتغل لتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. في النهاية أنا بشكر حضراتكم جميعا، ولكن زي ما بيقولوا دايما إنه ختامه مسك. رحبوا معايا بالفنان الشاب الجميل أحمد جمال. شكرا لكم. اللي بيعمل خير في الناس وبيسندهم وقت الجد ده مفيش أجمل من إحساس إنك تقدر تسعد حد. أنت شايلني بكرة أنا شايلك، الخير واخد لفة وجايلك، الأيام هترد جمايلك، كل اللي عملته هيترد. بنقول شكرا شكرا للجدعان اللي ورانا في كل مكان، شاف مصلحة الناس التانية واختارها كمان فوق مصلحته، اللي بيعمل خير ببلاش ده اللي اختار الصح وعاش، ربنا دايما ما بينساش، فاكر للناس انت فتحته. بنقول شكرا شكرا للجدعان اللي ورانا في كل مكان، اللي في وقت ما بنحتاجهم نلاقيهم من غير تفكير، من غيركم مش هنكون احنا ولا كنا خرجنا من المحنة، اللي يشوفكم بجد بيعرف ان الدنيا دي لسه بخير. بنقول شكرا شكرا للجدعان اللي ورانا في كل مكان، بنحتاجهم نلاقيهم من غير تفكير، من غيركم مش هنكون احنا ولا كنا خرجنا من المحنة، اللي يشوفكم بجد بيعرف ان الدنيا دي لسه خير. شكرا شكرا. مساء الخير الأول، وكل سنة وحضراتكم طيبين. برحب بكل السادة الحضور، وبرحب بكل متطوعي حياة كريمة، اللي الحقيقة أنا فخور جدا بكل الخدمات اللي بتقدموها. تعبكم ومجهودكم اللي بدون مقابل حاجة كبيرة تحسب لكم طبعا. والنهاردة جايين نقول لكم بالنيابة عن كل المصريين شكرا شكرا للجدعان. وتحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا. حافظين؟ هنغني مع بعض. الناس اللي ورا يلا بينا. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية، الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. لسه طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صاحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية تملي صاحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. بشكركم جدا جدا جدا. طب مع بعض يلا، ماشي يلا. هنحب مين غيرها ولا حافظينها؟ مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده، الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده، الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده. يلا هنحب مين غيرها، مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على آخرها، بلدي بصحيح كتر. اسمعكوا يلا. هنحب ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على آخرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. بشكركم جدا جدا. شكرا متطوعة حياة كريمة، شكرا لكل الحضور. تصبحوا على